مساء الخير، اهلا بحضراتكم. عندنا النهارده حلقه فيها فقرتان. الفقره الاولى ليه علاقه بتركيا وايه اللي بيحصل فيها. النهارده كان في استفتاء مهم هيشقلب النظام السياسي عندهم، وفي فقره تانيه مهمه لها علاقه بالغلابه وحوار مع وزيره الغلابه في مصر الا وهي الوزيره غاده والي. هبدا بالموضوع الخاص بتركيا. في حاجه في السياسه كده، يعني احنا بنحاول في البرنامج ده على قد ما نقدر ان احنا مش بس نقول المعلومه ولكن نفهم حضراتكم المعلومه دي ايه اصلها. طبعا انا اتمنى ان احنا نكون بننجح في ان احنا نعمل ده. في عندنا في السياسه مكونات، مؤسسات اللي حضراتكم عارفينها، رئيس الدوله، البرلمان، الاحزاب، الناس اللي بتصوتها في الانتخابات، ايه علاقتهم ببعض. في تقسيمه كده عملوها الناس بتوع العلوم السياسيه علشان يفهمونا ايه علاقة مؤسسات الدولة ببعضها في النظم الديمقراطية. فعندنا نمطين اساسيين، واحد فيهم اسمه النظام البرلماني وواحد اسمه النظام الرئاسي. اعرضوا يا شباب لو سمحتم الصورة. المفروض انه في النظام البرلماني البرلمان هو اللاعب الاهم في الحياة السياسية. يعني ايه؟ يعني كده من الاخر بنقول انه نبدأ بالنظام البرلماني، ده اللي كانت عليه تركيا وده اللي مثلا كانت مصر عليه قبل ثورة 52، اللي هو في النظام البرلماني الشعب تحت خالص اهو بيروح ينتخب، بينتخب مرة واحدة. بيروح ينتخب مين؟ بيروح ينتخب البرلمان. البرلمان ده بقى من جواه بتحصل كل حاجة، يعني عشان كده بيسموه نظام برلماني. مركز الثقل هو في البرلمان. ايه بقى اللي بيحصل جوه البرلمان؟ البرلمان بيبقى فيه أغلبية وفيه أقلية. الأغلبية دي تكون جاية من حزب واحد، يبقى هو ده الحزب اللي فاز في الانتخابات، أو بنقول إنه تحالف أحزاب، مجموعة أحزاب يا إما يمينية يا إما يسارية يا إما في الوسط، فبنسميها أحزاب الوسط، يمين الوسط يسار الوسط، لا تقسيمة كده. يروحوا متجمعين مع بعض علشان في الآخر خالص يكونوا الحكومة. فالحكومة دي بتبقى من جوه البرلمان، بتلاقي رئيس الوزراء بيكون عضو في البرلمان، بتلاقي كل الوزراء أعضاء أصلا في البرلمان. أي مكان اسمه بقى، مجلس شورى، مجلس شعب، مجلس نواب، مش مهم التسمية، إنما جوه البرلمان ده بيروحوا منقيين مجموعة يوزعوا عليهم هذه المناصب. فكأنه الشعب إدى ثقته للبرلمان، والبرلمان من داخله إدى ثقة أكبر لمجموعة من الناس، قال لهم أنت وزير تعليم، أنت وزير صحة، أنت وزير كذا وكذا وكذا. ويجي البرلمان بقى بالمرة بما إن هو مركز الثقل ينتخب كمان رئيس الدولة. يعني ده طبعا في حالة النظم غير الملكية، يعني النظام الملكي خلاص الملك هو الملك بقى، الملك هو الرئيس، مش هنعرف نعمل له حاجة. إنما في النظم الجمهورية كان البرلمان بينتخب، أو مش كان، البرلمان بينتخب رئيس الدولة. ده اللي كان عليه الوضع مثلا في تركيا قبل استفتاء النهاردة، وده اللي كان عليه في إسرائيل، وده اللي عليه في الهند، وده اللي عليه في باكستان، إنه رئيس الدولة ده لحد بعيد منصب شرفي بيبقى ليه أهمية في ظروف معينة، مش هدخل في تفاصيلها علشان ما تعبش حضراتكم معايا. إنما البرلمان هو اللي بيعمل حاجة. يبقى الشعب راح للانتخابات مرة واحدة، انتخب برلمان، البرلمان ده جواه بيطبخوا كل الطبخة، يطلع منه الحكومة ويطلع منه رئيس الدولة. طب أمال هم غيروا إيه وليه؟ بصوا حضراتكم، هنا الشعب في النظام الرئاسي، فكروا في امريكا، النظام الرئاسي ده نظام اخترعه الامريكان. يعني الشعب بيروح ينتخب مرتين، حاجتين مختلفتين. مره يروح ينتخب رئيس الدوله اللي هو في هذه الحاله رئيس الحكومه. عشان كده حضراتكم في دوله زي امريكا ما فيش رئيس وزراء، لانه رئيس الجمهوريه هو رئيس الوزراء، هو بيقوم بوظيفتين، رئيس الدوله ورئيس الحكومه. رئيس الدوله اللي هو رئيس الحكومه ده بما له من صلاحيات بيختار الوزراء، انت وزير عدل، انت وزير كذا كذا، عادة بيكون موفد البرلمان او جزء من البرلمان. بس حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين هنا، الشعب راح مرتين، مرة لرئيس الدولة ومرة للبرلمان. فالثقل بيكون مع رئيس الدولة لانه شخص لوحده انتخب علشان يبقى رئيس الدولة، في حين انه البرلمان ده بقى ممكن يكون في حالة الدول الفيدرالية او بعض الدول، يعني سواء فيدرالية او غير فيدرالية، دي قصة ممكن نتكلم فيها بعد من كده. انه ينتخب البرلمان هو ممكن يكون مجلسين، فممكن مثلا تلاقي البرلمان ده 1000 واحد على موزعين على مجلسين، او رقم اقل او رقم اكتر اي مكان. لكن رئيس الدولة مهم لانه يجمع بين سلطتين، هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، عشان كده بنسميه نظام رئاسي. طب ايه اللي عمله الكابتن اردوغان؟ كابتن اردوغان كان شغال كده. هي تركيا من ساعة ما اتعملت من سنة 28 ايام ما اتاتورك صنعها كانت كده.
هم عايزين يحولوها لكده، والنهارده الاستفتاء باغلبيه 51.5% تقريبا هيحولها لنظام رئاسي. في النظام الرئاسي رئيس الحكومه او رئيس الدوله ليه صلاحيات اكبر. خدوا بال حضراتكم، في النظام البرلماني زي ما هو موجود هنا في شخصين، واحد اسمه رئيس الحكومه وواحد اسمه رئيس الدوله، ورئيس الدوله لحد بعيد دوره رمزي، انما هنا لا، ده هو يجمع في يديه سلطات كتيرة جدا 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 مع برلمان. يا سلام بقى كمان لو البرلمان من نفس الحزب اللي فيه رئيس الدولة، لا ده يبقى هنا هيسيطر على جزء كبير جدا من ملفات الدولة، وهو ده اللي موجود عندهم. طيب على بعضها دي كده، يعني هو معناه ايه؟ معناه انه نجح في انه يدي لنفسه فترتين رئاسيتين تانيين، 5 سنين و5 سنين. يعني الوقت الانتخابات اللي جاية هيرشح فيها نفسه علشان ينتخب لمدة 5 سنين، لو فاز 5 سنين يجي بعدها 5 سنين تاني، يعني ادى لنفسه حياة سياسية، فرصة لحياة سياسية 10 سنين قدام. هنا النظام اكثر استقرارا، صعب قوي ان البرلمان، مش صعب تقريبا مستحيل ان البرلمان يطرح الثقة بالرئيس الا اذا عمل خيانة عظمى، انما هنا البرلمان يقدر يطرح الثقة بالحكومة، حاجة بيسموها vote of no confidence او تصويت بطرح الثقة، وبالتالي الحكومة هنا في النظم البرلمانية ما نعرفش هو الانتخابات اللي جاية في اسرائيل امتى، الانتخابات اللي جاية في الهند امتى، حدش يعرف ليه، ممكن في اي توقيت البرلمان يطرح الثقة بالحكومة ويقول لهم اعملوا انتخابات من اول وجديد، انما هنا النظام مستقر لحد بعيد. احنا عارفين ان في امريكا كل 4 سنين في انتخابات رئاسية، مستحيل مستحيل الا اذا مات رئيس الجمهورية انه يحصل له امبيتشمنت، ان هو يتهم بالخيانة العظمى او كلام زي كده. فالنظام هنا اكثر استقرارا مع صلاحيات اكبر لرئيس الدولة، لان هو بيجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وهو اللي بيعين الوزراء. اذا اردوغان نجح في انه بدل ما هو رئيس رمزي معظم صلاحياته جاية من اغلبية البرلمانية والحكومة التابعة لحزبه، انه بقى هو بنفسه بقى محور النظام السياسي التركي، هو او اي رئيس تاني هيجي من بعده. القضية كانت كبيرة، ولكن دي بعدت تركيا لحد بعيد عن الاتحاد الاوروبي، لانه الاغلبية الكاسحة من دول الاتحاد الاوروبي اقرب لده، باستثناء فرنسا هي اقرب لده. نقدر نقول من كده ايه؟ نقدر نقول انه وان بدا انه في يعني استفتاء ديمقراطي، انما الحقيقة انه اغلب الصلاحيات اتنقلت لهذا الرجل اللي مؤشرات الديكتاتورية عنده عالية للغاية. يا رب بس تكون الكبسولة السياسية اللي احنا قلناها ديت وضحت المشهد شويتين، لكن في النهاية خلينا نقول انه الاستفتاء ده مظهر مهم من مظاهر انك ترجع للناس، الناس قالت كلمتها. خدوا بال حضراتكم من المعارضة بتشكك في انه محتاجين اعادة فرز 60% من الاصوات، هيحصل كده ولا لا معرفش، بس ده مأزق كبير لو فعلا كان في يعني تزوير في نتائج الاستفتاء، دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. انما ما اتمناه هو ان احنا نوصل لانه تركيا تستقر، اردوغان زائل انما تركيا الشعب الصديق باقية معانا، اردوغان عندنا مشاكل كتيرة معاه، انما ده ما بيعنيش ان احنا نتمنى اي سوء او اي شر للشعب التركي. طب واحد يقول لي احنا في مصر عاملين زي ايه؟ احنا في مصر كده اقرب للنظام الرئاسي بس واخدين بعض ملامح النظام البرلماني، دي مساله في بعض الدول بتعمل كده، زي ما قلت لحضراتكم فرنسا بتعمل كده، روسيا بتعمل كده، رومانيا بتعمل كده، اللي هي النظام بنسميها نظام شبه رئاسي او شبه برلماني. الميزه الاساسيه في النظام ده، نظامنا احنا يعني، انه بيحاول نخلي السلطات متوازنة. طبعا فترة ما بعد الثورة في مصر خلت حاجات كتيرة قوي تبقى مرتبكة، ووصلنا النقطة انه نعدي بالدستور علشان البلد يكون فيها حد ادنى من استقرار، لكن في النهاية لا نملك الا ان احنا نقول انه تركيبة نظم الحكم مسألة بتخضع لدراسات متعمقة اللي بتطلب عليها نتائج كبيرة جدا 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 جدا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف حلقة مهمة مع السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي الوزيرة غادة وحشي. اهلا بحضراتكم، النهارده عندنا لقاء خاص مع وزاره ووزيره الغلابه، يعني خليني اقول لحضراتكم هي وزاره ووزيره شغلتهم ان هم يساعدوا الناس الغلابه، الغلابه دول بقى بكل المعاني يعني.
هنشوف احيانا الغلابه دول هم بيكون ناس محتاجين فلوس، ومساله مش سهله بالنسبه لهم. احيانا بيكونوا اهلنا واصدقائنا واخواتنا اللي عندهم مشاكل، سواء اعاقه، مشاكل في تواصل، تخاطب، برضو مشكله. احيانا بيكونوا اولادنا الصغيرين اللي مع الاسف الظروف ما سمحت لهمش ان هم يعيشوا في اسره طبيعيه، فبناخدهم في مؤسسات يعني نعالجهم ونتعامل معهم معامله خاصه. الحقيقه هي وزاره مهمه، وهي صمام امان البلد، بمعنى انها بتخاطب فئه كبيره جدا من الناس. وجودهم في بؤره اهتمام الحكومه مش بس ضروره اخلاقيه وانسانيه، ولكن كمان هي واحده من التزامات الدوله المصريه تجاه مواطنيها. يسعدني ويشرفني ان تكون معي معالي الوزيره غاده والي، وزير التضامن الاجتماعي. مساء الخير معالي الوزير. نور يا فندم، اهلا بيك. خليني اسالك السؤال الاول، ايه فلسفه حضرتك في اداره الوزاره؟ يعني انا قلت وزاره الغلابه، هل ده تقييم معقول ولا انا بعيد شويه عن رؤيه حضرتك ليها؟ بالتاكيد هي وزاره الغلابه. بالتاكيد هي وزاره معنيه بالحمايه الاجتماعيه والإطار الأوسع اللي هي مساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وهنا لازم نفرق ما بين المفهومين، مفهوم العدالة الاجتماعية اللي معني بيه كل الوزارات وكل الحكومة، ومفهوم الحماية الاجتماعية اللي هو بيركز على الفئات الهشة اللي حضرتك ذكرتها، سواء كانت المرأة المعنفة أو المرأة المطلقة التي لا تحصل على نفقتها من خلال صندوق تأمين الأسرة، أو الأطفال مجهولي النسب، أو الأطفال الأيتام، أو ذوي الإعاقات المختلفة على مختلف أعمارهم، أو أصحاب المعاشات اللي برضو يعتبروا فئة أولى بالرعاية لهشاشة الصحة وهشاشة الدخل والظروف كلها. فهي فعلا وزارة معنية بالغلابة، وده شرف لأي وزارة. تمام. وتحدي في نفس الوقت. طب خليني أبدأ بواحد من الملفات اللي أنا عارف أنه يعني ارتبطت باسم حضرتك، ملف تكافل وكرامة، ونشوف وصل لغاية فين دلوقتي. ملف الدعم النقدي المشروط اللي هو برنامج تكافل وكرامة، الحقيقة ماشي بخطى جيدة جدا من حيث الوصول للأرقام اللي احنا كنا مستهدفينها. البرنامج كان تصميمه أنه يوصل ل 500 ألف أسرة كل سنة على 3 سنوات، ولكن احنا ضغطناه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وكثفنا العمل في كل المحافظات. كنا الأول مصممين ونشتغل في الصعيد بس، لكن مع الظروف الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية كان مهم أن يكون في أيضا تدخل من الحكومة لحماية الطبقات الأفقر، فتوسعنا في البرنامج. بنستهدف إدخال حوالي 100,000 أسرة كل شهر. عشان تدخل 100,000 أسرة كل شهر معناها أنك بتفحص من 200 ل 250 ألف أسرة كل شهر. 200 ل 250 ألف أسرة شهرية بنفحصهم. بنفحصهم بمعنى يعني بيتقدموا بيسجلوا بياناتهم أونلاين، بيتعمل لهم بيدخلوا على معادلة استهداف الفقر، بيجاوبوا كل أسرة على 92 سؤال. بتفحص المستندات المرفقة اللي لازم تكون مستندات محدثة وأصلية، بتنزل التسجيل بيكون في البيوت، فبنروح بيوت الناس بنفحص بقى من خلال لجان مجتمعية ومن خلال ربط مع قواعد بيانات حكومية صحة البيانات اللي مالينها في الاستمارات. بننزل من خلال الوحدات الاجتماعية نقول لهم البيانات دي بالشكل الفلاني علشان يؤكدوا على صحة البيانات أيضا. فبالتالي احنا بنشتغل من خلال 7,000 باحث في 344 مركز في أكثر من 5,200 قرية في مصر ومركز وقسم. وبنشتغل النهاردة عندنا أفراد الأسر المستفيدة 6,700,000 مواطن، وبنستهدف نوصل لمليون وسبعمائة ألف مواطن، مليون وسبعمائة ألف أسرة فيهم حوالي 8 مليون مواطن على آخر شهر 6. فاحنا بنتكلم على أعداد كبيرة جدا إنك تعملها في سنتين. مكثفين العمل جدا، بنشتغل 24 ساعة في الـ 24 ساعة. وفي نفس الوقت ابتدينا نشاط مهم جدا له صلة بهذا الموضوع، وهو ان احنا على مدى سنة هنراجع 1.5 مليون أسرة ضمانية اللي بياخدوا المعاشات الضمانية بقالهم 30 سنة، نشوف اين هم واين ظروفهم، لان كان بيتسحب منهم عينة كل فترة 10%. هننزل على كل الأسر نراجع ظروفها ونعمل لها الحقيقة يعني فلترة وغربلة، ونتأكد ان كل الناس مستحقة فعلا، وإذا كانوا تنطبق عليهم شروط تكافل الكرامة هننقلهم لبرنامج تكافل الكرامة. اللي احنا بنحاول نعمله
هو ان احنا نوحد برامج الحماية الاجتماعية ونبسط المسألة عشان تبقى اكثر احكاما ونبقى اكثر قدرة على الرقابة عليها والمتابعة عليها. هل حضرتك عندك توقع بانه يكون في نسبة من الناس اللي بتاخد الدعم ده ما يكونوا اصلا غير مستحقين، وممكن تكون في حدود قد ايه؟ في المعاش الضماني احنا متصورين ان في اعداد غير مستحقة. الاعداد دي ما كناش بنقدر نوصل لها من غير ربط قواعد البيانات، لكن الحقيقة الحكومة تقدمت واخدت خطوات جادة جدا بالتنسيق في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية في ربط قواعد البيانات. يعني احنا في بيانات المواطن ما بيدليش بيها، لكن وصعب انك لما تنزل تتحقق انك تشوفها بعينك. فربط قواعد البيانات بيفيدنا. مثلا ربط قواعد البيانات مع الجوازات وشهادات التحركات، ان في ناس بيجيبوا شغل بره، بيسافر، بيبتدي يبقى عنده تحويلات نقديه لاسرته من عمله بره، لكن بتفضل زوجته او والدته او اسرته تحصل على الدعم النقدي. لو الزوج سافر، احنا لو ما جوش قالوا لنا مش هنعرف غير من خلال الجوازات وشهاده التحركات. انا ممكن انزل اسال عليه ويقولوا له ده في مشوار، لكن شهاده التحركات والجوازات بتقول لنا مين جوه ومين بره. الربط مع قواعد بيانات المرور، وهي قواعد بيانات مهمة جدا، هي اللي دلتنا على ان في عدد كبير من ذوي الاعاقة عندهم سيارات، وبعضها سيارات حديثة جدا وبمبالغ كبيرة جدا. لما نزلنا نتحقق من هذا الامر لقينا انه بعضهم باع بتوكيل ادارة هذه السيارة المعفية من الجمارك والضرائب لاشخاص غير معاقين، وبالتالي لازم نراجع استحقاقه للشروط. ايضا الربط مع قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم بيخلينا مين نعرف اللي قدر يدخل ولاده في 3-4 اولاد في مدارس خاصه بمصروفات كبرى يبقى عنده دخل لا يسمح له لا يجعله مستحقا للدعم النقدي. قواعد بيانات كثير، الاحوال المدنيه قواعد بيانات محدثه جدا فيما يخص الزواج والطلاق للارامل والمطلقات. ايضا عندنا شغل بنعمله في ربط قواعد بيانات مع وزاره الاتصالات. في حاجات كتير قوي تقدر تقول لك ما هي مؤشرات انفاق الاسر. بس دي يعني بتهيألي دي خطوه في منتهى الذكاء ان حضراتكم تربطوا الداتا بيز او قاعده البيانات بتاعتكم لانه في الاخر خالص انا ممكن اكون على قوائم حضراتكم بان انا مستحق للدعم. انا هقول لحضرتك على حاجه من اهم الشغل اللي بنعمله دلوقتي. ان احنا بنشتغل مع اكبر 10 جمعيات في البلد عندها قواعد بيانات مميكنه استكملت ارقامها القوميه، وبنبص هم الناس بتاخد دعم ايه من مؤسسات المجتمع المدني، لان في ناس بتاخد دعم شهري من مؤسسات المجتمع المدني، وفي ناس اسمها محترف الدعم. محترف الدعم ده بيروح لجمعيه واثنين وثلاثه واربعه ياخد دعم نقدي، وبيروح بالروشته يصرف من حته واثنين وثلاثه واربعه نفس الدواء. فاحنا مهم ان احنا نحكم هذه الدائره ونغلقها بحيث ان المستحقين ياخدوا، وان الواحد ما ياخدش من اكثر من جهه الا اذا كانت مبالغ قليله بحيث انها برضو تبقى مسانده ليه ويكون محتاج لها. وان احنا نعرف مين ما بياخدش، لان احنا يهمنا اكتر المستحقين اللي ما بياخدوش. فاحنا بنشتغل على تدقيق قواعد بياناتنا واستكمالها وربط قواعد البيانات ببعض، فده فيما يخص الحمايه. وكل ما نعرف اكتر عن الاسره كل ما نقدر نساعدها. من فحص قواعد بياناتنا قدرنا نحصر عدد الشباب اللي حاصل على دبلومات ولا يعمل عشان نبتدي نشتغل على برنامج للتشغيل وهكذا. طب انا متخيل ان الوزاره متشعبه جدا في المجالات اللي بتشتغل بيها. انا عرفت مثلا حضراتكم عندكم يعني جزء من المؤسسات التابعه للوزاره مثلا المؤسسه العقابيه. يعني انا طب حضرتك قولي مثلا ايه المؤسسه العقابيه دي؟ المؤسسه العقابيه في المرج، وعندنا مؤسسات في محافظات اخرى، لكن هي اكبر مؤسسه، هي سجن يتبع الداخليه من حيث التامين، ولكن من يديره بالداخل هي وزاره التضامن الاجتماعي، لان في المحبوسين واللي واخدين احكام ممن هم في سن الطفوله من سن 15 سنه لسن 18 سنه. الحقيقه انا لما جيت لقيت في المؤسسه العقابيه الناس عندها 29 سنه، فطلبنا تعديل تشريعي بتطبيق قانون الطفل ما يبقاش اللي عنده 29 سنه مع اللي عنده 15. فبقينا دلوقتي قللنا الاعداد لان العنابر قديمه جدا ومحتاجه تطوير. قللنا الاعداد ل 261 طفل تقريبا، كانوا 400 السنه اللي فاتت محبوسين احتياطيا او واخدين احكام. ده في اي قضيه اي موضوع؟ في اي قضيه لو اي حد حدث اخد حكم بيقضي فتره العقوبه عندنا في المؤسسه العقابيه في المرج. طب وحضراتكم وانتم بتدوروها يعني بتحافظوا ازاي ما يكونش في تاثير سلبي لان مثلا حاجه علاقه بالمخدرات مع حد ممكن؟ هقول لحضرتك على حاجه.
احنا الحقيقة غيرنا فلسفة العمل في هذه المؤسسة. انا بالنسبة لي هذه المؤسسة هي مؤسسة اعداد لما بعد الخروج من العقابية، وبالتالي احنا اول حاجة عملناها جينا نشوف هي ايه الانشطة اللي الاولاد بيعملوها. كان تقريبا مفيش انشطة، كانوا بيلعبوا كرة كده في ملعب رمل، فطلبنا من وزارة الشباب والرياضة عملت لنا ملاعب على احدث مستوى وعملت لنا جيم. حاجة تانية طلبنا من وزارة الاتصالات جهزت لنا معمل كمبيوتر سيسكو، ودخلنا في شوط من المفاوضات مع وزارة الداخلية حتى سمحت لنا بالإنترنت وإن الولاد ياخدوا سيسكو أكاديمي. عملنا أيضا تواصل مع وزارة التعليم ووزارة الصحة بحيث إنه يبقى في أطباء متواجدين طول الوقت ويبقى في كشف على كل الأبناء فيروس سي وعلاج الحالات التي تستحق العلاج. عملنا عيادة أسنان، الأولاد كان عندهم مشاكل كثيرة جدا، فلما يحسوا أن هناك رعاية من الدولة ليهم في الفترة دي. وأهم حاجة أنا في تصوري هو أن احنا اتفقنا مع وزارة التعليم الحقيقة وبقى لها سنتين بتزودنا بجميع أنواع المدرسين بحيث أن الأولاد يدخلوا الامتحانات في مواعيدها ومحدش يسقط من منظومة التعليم، فهو ينتهي فترة قضاء العقوبة هو ماشي في تعليمه. مهم جدا انه في عندنا اولاد اميين مرتكبين جرائم اغتصاب وسرقة وقتل في الارياف وفي المحافظات النائية، بيجي عندنا، لما بيجي عندنا عاملين صوب زراعية لزراعة نبات الزينة عشان اقدر اديله مهنة ليها صلة بعمله في الزراعة. عندنا ايضا ورش نجاره وعندنا ورش حداد، انا لما جيت كانت الورش قديمه وبيعلموهم حرف قديمه، الولاد مش مهتمين يتعلموها زي لحام المواسير الزهر، ما عادش في حاجات من دي. فجبنا ناس اكاديمي بيصلحوا محمول، تصليح كمبيوتر، تصليح محمول، مهن صغيره لما يخرجوا يشعروا ان هناك ما بعد مرحله المرض. فيما يخص المخدرات بنشتغل جوه المؤسسه مع صندوق مكافحه الادمان ومنع التعاطي. اولا في تحليل دوري كل 3 اشهر لكل المشرفين، وفي تحليل للاولاد، وفي علاج، وفي جلسات علاج نفسي واجتماعي، وفي ايضا علماء من الازهر بيقعدوا مع الاولاد مره كل اسبوع. فبنحاول نشغلهم طول الوقت بحيث ان هو ما يبقاش عندهم مساحه يتفاعلوا مع بعض سلبا يعني. طيب معالي الوزيره، حضرتك جبت سيره ان حضرتك عايز تعمل تعديل تشريعي، ايه اخبار التشريعات؟ انا عارف ان حضرتك عندك اجنده متخمه بالاصلاح التشريعي. الحقيقه كل مجال من مجالات عمل الوزاره سواء الحمايه او الرعايه او التنميه محتاج تعديل تشريعي. بنشتغل الاول على دراسه الموضوع وبنعمل برنامج، يعني احنا بنشتغل بالعكس، بنجرب برامج وتدخلات وسياسات وبعدين بناء على اللي اتعلمناه منها نضعها في التشريعات. فاحنا مثلا بناء على الشغل بتاع تكافل وكرامه والضمان هنعمل تعديل تشريعي في قانون الضمان الاجتماعي. بناء على طبعا العجز الاكتواري الكبير وانخفاض المعاشات شغالين على قانون جديد للتامينات والمعاشات. بناء على المشاكل اللي بنشوفها في الرعايه اللاحقه للاولاد لما بيكبروا في دور الايتام ومؤسسات الايتام بنعمل تعديل تشريعي في قانون الطفل وقانون الرعايه اللاحقه، وقانون هيبقى مهم جدا نامل ان احنا نصدره اسمه قانون الاسر البديله. قانون الاسر البديله، قانون الاسر البديله بنسترشد فيه بقوانين مطبقه في دول اخرى كثيره جدا حتى نتخلص تدريجيا من مؤسسات رعايه الايتام، لانه الطفل مكانه انه يعيش في اسره. فازاي بما يتوافق مع الشريعه وبما يتوافق مع قيم وعادات المجتمع نستفيد من المشاعر الدينية والتقاليد المصرية في كفالة اليتيم، ان ما يبقاش عندنا اطفال في مؤسسات يبقوا الاطفال في اسر سواء المحرومة من الاطفال او الاسر القادرة اللي مستعدة تكفل اليتيم في منزلها. بمعنى اسرة بديلة بشكل كامل يتربى في هذه الاسر ويبقى ابن لها كأنه بديل عن فكرة التبني، يعني الكفالة بديل عن فكرة التبني. هي تنظيم بنشتغل عليه مع لجنة فيها دار الإفتاء وفيها الأزهر الشريف وفيها مستشارين من مجلس الدولة وفيها أخصائي علم نفس واجتماع علشان نطور منظومة الأسر البديلة، نيسرها، نشجعها. احنا خدنا اوريدي قرارات جمهورية صدرت، خفضنا السن من 2 لـ3 شهور وده مهم جدا في ارتباط الأسر بالأطفال. في تدخلات طبية وعلاجية لكل أم بتستلم طفل إنها ترضعه 5 رضعات من خلال أدوية معينة فيصبح ابنها في الرضاعة وأخ في الرضاعة لأولادها. بنعمل تعديلات فيما يخص، طب لو حصل طلاق في الأسرة البديلة ما يرجعولناش الطفل بقى المؤسسة، مين اللي يحصل على حضانة هذا الطفل البديل؟ بنتعرض لكل المشاكل، حتى عضوية النوادي نتكلم مع وزارة الشباب ازاي يسمح به عضوية النوادي وهم تابعين، وكمان لما يخرج من السن يبقى عضو عامل في النادي طالما كان هو عضو تابع فيه مع أسرة بديلة تبناها. طب هل معلش بس حضرتك الطفل اللي بيروح لأسرة بديلة بياخد اسم الأب؟
دار الإفتاء ومجلس الدولة والمستشارين اللي بيشتغلوا معانا بيشتغلوا على ازاي ننظم هذا الموضوع. ما تقدرش انك تدي الاسم الرباعي للاب ولا الاسم الثلاثي، لان مهم جدا في مساله المواريث واختلاط الانساب انك يبقى عندك التفرقه الواضحه اللي بينص عليها الشريعه، ولكن تقدر انك تدي احد الاسماء او اللقب بتاع الاسره حتى يشعر الطفل ان هناك انتماء لهذه الاسره، خصوصا لما يخرج للمجتمع. فيعني احنا متبنيين فكر الاسر البديله، وانه يكون في توعيه للمجتمع باهميه ان ينشا الاولاد في اسر. خليني اقول، يعني هغش من حضرتك، نقاشات داخل مجلس الوزراء بشان موضوع كبير هو موضوع الفقر بصفه عامه. اكيد حضراتكم عارفين انه معظم القرارات الاقتصاديه اللي اتخذت الفتره اللي فاتت تحمل تبعاتها في معظم الاحيان الفئات اهلنا، يعني الفئات الاقل دخلا في المجتمع. وحضرتك بتشتغلي من ناحيه ثانيه، حضرتك تقييمك انه حجم المجهود المبذول لمساعده الفئات الاكثر احتياجا مقارنه بالعبء الواقع عليهم مجهود معقول؟ أخلي بال حضرتك، يمكن أنا من الناس اللي دايما شاعرين بعدم الرضا، ودايما حاسة بعدم الرضا عن ما أقوم به، وعايزة دايما أعمل شغل أفضل. فطبعا بتمنى أن يكون هناك إجراءات حماية أكبر، لكن أنا عاوزة أقول لحضرتك حاجة، أنه عند اتخاذ إجراء الإصلاح الاقتصادي بنكون دايما واعيين جدا أنه نوقع معظم العبء على الطبقات والشرائح الأعلى. بالتأكيد الطبقات الوسطى والطبقات الأدنى بتتأثر، ولكن الشرائح الأعلى هي اللي بتتأثر، بنحاول إن هي اللي الأثر الأكبر يقع عليها. بمعنى إن إحنا لما رفعنا الدعم عن الغاز رفع عن الشرائح الأكثر استهلاكا، لما بنقلل الدعم عن الكهرباء شرائح النهاردة العالية الاستهلاك للكهرباء هي اللي بتدفع ثمن الكهرباء اللي بتستهلكها، وبتدعم باللي بتدفعه الطبقات الأدنى. نفس القصة فيما يخص كل استهلاكات الخدمات، العبء بيقع على الشرائح الأعلى. الشرائح الأدنى بندخل لها بدعم نقدي، وبندخل لها بمجموعة برامج متكاملة. لما بنتكلم عن إسكان اجتماعي ده موجه للطبقة الوسطى والطبقات الأدنى، لما بنتكلم عن تطوير في العشوائيات ب 835 ألف وحدة ده برضو موجه للطبقات الأدنى. ما أقدرش أنكر إن غلاء الأسعار بالتأكيد بتتأثر بالطبقات الأكثر فقرا، لأن معظم إنفاقها موجه للغذاء. عشان كده وزارة التموين بتتحمل مسؤولية كبيرة جدا في إتاحة سلع تموينية ورقابة على الأسواق. إحنا دورنا في الوزارة في المرحلة القادمة بيركز على التشغيل، إتاحة فرص عمل وزيادة الدخل خلال تطوير بنك ناصر الاجتماعي، من خلال برامج للإقراض متناهي في الصغر، من خلال برامج للتدريب والتشغيل بنعملها مع وزارة الصناعة مع الصندوق الاجتماعي ومع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تدخل كبير جداً واخدينه من الحقيقة الموازنة العامة للدولة في العام القادم، وهو توجه أنا بالنسبة لي بشوفه أنه من أهم التدخلات اللي ممكن الدولة تعملها لمساعدة الناس، 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات. الحضانات مهمة جدا، احنا عندنا 16 ألف حضانة في حالة لا ترضي أحد، وده بيخلي أن المرأة المصرية عندما تنجب لا تأمن لأطفالها في الحضانة فبتقعد عن العمل. احنا محتاجين الستات تنزل تشتغل مع الرجالة، بحيث أن الأسرة النهاردة دخل واحد مش بيكفيها داخلين مع بعض يساعدوها. فمساعدة المرأة من خلال تطوير الحضانات أتصور أنه بيساعد الطبقة الوسطى، وبيساعد أيضا أنه يكون في فرصة لإعداد الأولاد لدخول المدرسة. فالتدخلات كثيرة، سواء من الدعم النقدي أو من الاستمرار في تحسين المعاشات، لأن دي برضو فئة بتتأثر بغلاء الأسعار، أو من خلال برنامج التغذية المدرسية. إحنا السنة دي يمكن قبل إيقاف البرنامج كنا وصلنا لتوريد 480 مليون وجبة. 480 مليون وجبة؟ أيوة، المنظومة أتاحت وجبات غذائية في الصعيد لجميع أيام الدراسة، وفي وجه بحري ل 70% من أيام الدراسة، وردنا 480 مليون وجبة مدرسية متنوعة. احنا ما بنتكلمش عن بسكوت بنوزعه، بنتكلم عن باكيتات فيها حلاوة وفيها جبنة وفيها عيش، بنتكلم عن فطاير فيها مربى وفيها تمر وفيها فيتامينات. فبالتالي 480 مليون وجبة، ده عدد كبير ل 9.5 مليون طفل، غير المليون طالب اللي في التعليم الأزهري. وبالتالي التدخلات لازم تتكامل مع بعض. الشغل اللي بيتم على قانون التأمين الصحي، أيوة، شغل مهم جدا، انه يبتدي تدريجيا يبقى في منظومة تأمين صحي لها استدامة مالية. كل دي تدخلات هي بتساعد. نتيجة النقاشات اللي في مجلس الوزراء اللي حضرتك ذكرتها.
لو انا خدت كده الموضوع بتاع المعاشات والتأمينات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار، الملف اللي انا شخصيا بدخله وما بفهمش حاجه فبطلع ارتد كده على اعقابي وكاني ما فهمتش حاجه. حضرتك قولي ايه اللي وصلت له دلوقتي بالذات في التشريعات الجديده؟ حضرتك احنا بعد عام 2011 رجع الاشراف على صندوقي التأمينات والمعاشات ليه حيث كان وزارة التأمينات اللي هي جزء من وزارة التضامن الاجتماعي. احنا عندنا صندوقين، صندوق حكومي وصندوق عام وخاص. الصندوق الحكومي هو اللي بيحصل تأمينات العاملين في الحكومة وبيدفع لهم معاشاتهم. صندوق العام والخاص بيحصل التأمينات من القطاع العام والخاص والقطاع غير الرسمي وبيدفع لهم معاشاتهم. طبعا بعد الثورة وبسبب التباطؤ الاقتصادي الكبير في قطاعات كثيرة في الدولة مش قادرة تسدد التأمينات عن العاملين فيها، في تهرب تأميني جزئي وتهرب تأميني كلي، فده أثر على إيرادات الصندوق الخاص والعام. الصندوق الحكومي دخله قليل ليه؟ لأن التأمينات بتدفع على الأجر الأساسي والأجر الأساسي متدني جدا. فإحنا عندنا خلل في منظومة التأمينات والمعاشات، جزء منه بسبب التصميم، تصميم القانون، وبعد الثورة ألغي قانون 135 اللي كان بيحاول إن هو يصلح هذا الخلل. ابتدينا نشتغل على قانون جديد ناخد فيه مزايا قانون 135 ومزايا القانون 79 لعام 75. القوانين دي كلها هنطلع بيها بقانون موحد للتأمينات والمعاشات. هذا القانون من شأنه إن هو تدريجيا يؤدي لاستدامة مالية، يؤدي إلى تحسين المعاشات، وبيساعدنا في هذا منظمة العمل الدولية بجابلنا مجموعة خبراء من مختلف دول العالم بيعملوا دراسة مقارنة لمختلف القوانين بيشوفوا أيها أكثر اتساقا مع ظروفنا، وبالتالي نبتدي نعمل شغل أحسن من حيث التصميم والتحصيل. يعني في خبراء لكن في تشابكات مالية، تشابكات قائمة. حضرتك ذكرت وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. بنك الاستثمار القومي كان فيه 72 مليار من 3 سنين لما أنا جيت، النهاردة نزلوا ل 52 مليار. نقلنا جزء من هذه المديونية عند وزارة المالية عشان نقدر نحصل على عائد منها، لأن كده بتدينا عائد شهري نقدر من خلال السيولة دي نطيح المعاشات. عندنا كان 3 اتفاقيات وقعناها مع وزارة المالية ودي مهمة جدا بعد الثورة. عندنا 142 مليار وقعنا بيهم اتفاقية على 10 سنوات بيتسدد منها كل سنة 14 مليار، سدد تقريبا نصهم مرتين في السنة أكتر. عندنا اتفاقية ب 21 مليار خلصناها، خدنا 7 مليار في 7 مليار في 7 مليار، وعندنا اتفاقية وقعناها الأسبوع اللي فات ب 56 مليار. هذه الاتفاقيات عبارة عن إيه؟ عبارة عن تحويل المديونية غير المثبتة اللي هي الفلوس اللي جوه المالية إلى صكوك تصدر باسم الصناديق يتم سداد عائد شهري عليها. فده كان وديعة. يبقى بالظبط، يبقى كأن المالية مستلفة الفلوس وبتسدد عليها عائد لصناديق التأمينات. ده من شأنه تأمين هذه الاستثمارات لأن صدر بها صكوك عندنا، ومن شأنه إتاحة سيولة للصناديق تصرف منها. وفي نفس الوقت أصبحت الوزارة المالية لأول مرة السنة اللي فاتت والسنة دي بدرجة أكبر بتدرك في الموازنة العامة كل التزاماتها المالية ناحية الصناديق، وده مهم جدا لأن بالقانون وزارة المالية كل الزيادات للكوادر الخاصة، كل الزيادات السنوية لمواجهة التضخم بالقانون هي مسؤولية المالية، لأن ما تحصل عليه الصناديق من تأمينات لا يغطي هذه التكلفة، وبالتالي المالية بتدرك في الموازنة المبالغ دي، وده من شأنه أنه هو يقلل هذه التشابكات مع الوقت. احنا حاطين خطة وتصور لسداد وفض هذه المشكلة المعقدة جدا، جزء منها كمان من خلال مبادلة أصول. يعني احنا بنطالب المالية ان هي تدي للصناديق بعض الأصول، سواء كانت من أصول موجودة في البورصة، شركات مطروحة في البورصة فسعر الأسهم فيها معروف تكون تدر عائد للصناديق، أو حتى من خلال أراضي مملوكة للدولة يتم تخصيصها لصناديق التأمينات. فاحنا مش سايبين باب إلا لما بنطرقه عشان نعمل حاجتين، قانون جيد يناسب العصر وفض لهذه التشابكات المالية واستعادة لكل أموال التأمينات. معالي الوزيرة، متهيألي أنه كلمة السر في نجاح حضراتكم زي نجاح برضو المالية ونجاح وزارة الطاقة والبترول هي المعلومة. يعني معتز يستحق ولا ما يستحقش، محمد يستحق ولا ما يستحقش. فلو أنا تخيلت كده أنه جزء كبير من مجهود حضرتك هو فكرة أنك تعملي قاعدة بيانات عشان تقولي مين ياخد ومين ما ياخدش، ده حقيقي. طيب لو أنا تخيلت كده طرت بالزمن وقلت كده أنه بعد سنة 2-3-4 هكون بقى بالفعل عندنا قاعدة بيانات محكمة أعرف من خلالها أقول مين يستحق ومين ما يستحقش، محتاجين وقت قد إيه؟
لا حضرتك مش محتاج تطير بالزمن، احنا النهارده عندنا قاعده بيانات مكتمله بنسبه 100% فيما يخص من يحصلون على المعاش الضماني ومن يحصلون على معاش تكافل وكرامه. قاعده البيانات هذه فيها 3.5 مليون اسره بارقامهم القوميه بعناوينهم المحدثه بكل بياناتهم. 3.5 مليون أسرة. يعني لو قلنا ان الاسره في المتوسط 4 إلى 5 افراد فاحنا عندنا من يحصلون على الدعم النقدي من الوزاره اكتملت قواعد بياناتهم وتم حوالي 15 مليون انسان. هناك جهد بقى بيتعمل في وزاره التموين يعني وزاره التموين يمكن دكتور علي اعلن الكلام ده اول امبارح كنا في اللجنه الوزاريه للعداله الاجتماعيه عندهم من ال 74 مليون اللي عندهم اللي اساميهم في قواعد بيانات التموين 54 مليون تقريبا قواعد بياناتهم محدثه ومكتمله، والفرق بتاع 19 مليون محتاج يحدث بياناته فده ممكن يستغرق بضعة أشهر مش تستنى سنوات. عندنا أيضا في وزارات كثيرة بتعمل على استكمال قواعد بياناتها عشان تقدر تقول مين مستحق ومين مش مستحق. محتاج انك تربط قواعد البيانات دي ببعض ومحتاج انك تحط معايير الاستحقاق ومعايير الاستحقاق دي معايير متغيرة فيها عنصر اقتصادي واجتماعي وفيها عنصر سياسي. يعني كانه حضرتك بتقولي لي انه وزاره الضمان الاجتماعي تقريبا خلصت كل اللي هي محتاجاه فيما يتعلق بتدقيق المعلومات اللي عندها. لكن بتنزل بقى ميدانيا عشان تشوف الناس دول اللي اكتملت قواعد بياناتهم واكتملت بياناتهم هم على ارض الواقع ماذا ما الذي تغير في حياتهم؟ لان ممكن من شهر لشهر واحد يبقى كل شهر بنشوف شهادات التحركات وبنشوف مع الداخليه مين سافر ومين ما سافرش وبنشوف المرور وبنشوف ده وبنشوف ده. ولكن غير كده هناك ايضا دلوقتي احنا عاملين اكثر من مبادره، عاملين سفراء الدعم النقدي، دول اعلاميين بندربهم في المحافظات حتى يخبروننا بمن يستحق ومن لا يستحق. عندنا ايضا لجان التحقق المجتمعي، عندنا مبادره بنعملها من ساعه ما ابتدينا برنامج تكافل الكرامه اننا بنعلق على جدران الوحدات الاجتماعيه اسامي من يحصلون على الدعم النقدي او من تم اختيارهم، وبعدين بنطلع كروت مركزيه بانكرايزد كاردز. الكاردز دي بتدار مركزيا، مش معنى اني حطيت اسمك على الوحده الاجتماعيه ولا اني اديتك الكارت انك هتاخد الدعم. انت بتيجي تشتكي ساعات تلاقي انا بيقول لك معايا كارت وما بينزلش فيه فلوس، لان في احد مراحل التحقق لقينا انه غير مستحق فوقفنا الدعم. لكن المعلومه مهمه جدا، ولكن اهم من المعلومه التحديث المستمر ليها وربط المعلومات ببعض وتحليل المعلومات. فانا مثلا الان الاحسن يكون تكافل وكرامه ما بيوصلش للفقراء او بيوصل لغير الفقراء، فبعمل ايه؟ ببص على قواعد البيانات اللي عندي، فلقيت ايه؟ لقيت ان انا عندي 92% من الحاصلين على هذا الدعم من السيدات، هو برنامج مصمم للسيدات بالاساس، 60% منهم اميات فده مؤشر فقر. 75% منهم مش متصلين بالصرف الصحي، ده مؤشر فقر. 33% منهم ما عندهمش ميه شرب، ده مؤشر فقر. ما اقدرش ابص على استهلاكهم للكهرباء لان ما عندهمش فواتير كهرباء باساميهم. اللي عنده في الحضر بقدر ابص استهلاكه للكهرباء واقدر اعرف من استهلاك الكهرباء في اي شريحه وده بيعكس لي الاجهزه الكهربائيه اللي في بيته. طيب هم موجودين فين؟ انا ببص بقى على خريطه الفقر. 60% او 62% من سكان اسيوط من الفقراء، فبلاقي وعندي عدد نسبة 62% دول من إجمالي عدد سكان أسيوط، وببص على عدد من استحقوا. إذا كان العدد أكبر من ده يبقى أنا خرجت عن حدود الفقر. طول ما العدد أقل من ده يبقى أنا ما زلت ببحث عن الفقراء عشان أستهدفهم. أحب أقول لحضرتك إن إحنا صرفنا في من ساعة ما ابتدى البرنامج في مارس 2015 إلى النهاردة 6 مليار جنيه. ال 6 مليار جنيه دول 3 مليار منهم مصروفين في سوهاج وأسيوط وقنا. بس اذا كنت بتصرف 3 مليار جنيه في محافظات نسبه الفقر فيها 60 الى 70% يبقى انت بتدي الناس يا اما تحت خط الفقر يا اما حول خط الفقر. ومن كانوا تحت حول خط الفقر مع الغلاء ممكن يكونوا تاثروا. طب فاحنا كاننا الثلاث محافظات دول بياخدوا نص الموازنه. الموازنه فده اللي بقوله لحضرتك لما بتسالني تطمني ازاي على الاستحقاق. أيوه. مش بس اني بجمع معلومات لكن بحللها. طيب لو انا تخيلت دلوقتي ان احنا في حكم ان احنا موجودين هنا ومؤسسه للتثقيف الفكري، وانا شفت طبعا الشباب الجميل اللي صورت معاهم، ايه رؤيه حضرتك ليهم؟ يعني انا شايف ان المؤسسه هنا بتشتغل بس انا خايف لا يكون في بره ناس كتيره مش عارفين يجوا هنا. بص حضرتك المؤسسه هنا بتشرف على 7 مؤسسات والمؤسسات دي مؤسسات خاصه جدا لان دي مؤسسات للايتام ذوي الاعاقه.
مش الايتام العاديين. احنا عندنا مؤسسات الايتام اللي عندنا اللي فيها مش ايتام، اللي فيها 20% ليهم اسر فقيره او دعتهم عندنا في مؤسسات الايتام لانها اسر متفككه، الام تزوجت وانجبت والاب تزوج وانجب فجابوا اولادهم في مؤسسه ايتام، دول 20%. 80% مجهول النسب، دول بناخدهم وبنرعاهم بنستخرج لهم اوراق ثبوتيه. انما الايتام في مصر بيعيشوا مع العم والخال والجد والجده في منازل، ودول اللي عملنا لهم بقرار مجلس وزراء الاسبوع اللي فات انهم يدخلوا كاحد الفئات المستهدفه من برنامج تكافل، بحيث ان العم والخال والجد الفقير اللي بيربي يتيم يبقى بيحصل على دعم نقدي مقابل تربيته لهذا اليتيم، ابن اخوه او ابن اخته او حفيده او حفيدته، فما يبقاش اليتيم حاسس انه عبء على اسره متاثره اقتصاديا. رؤيتي للمؤسسات دي ان احنا لازم نستمر في تطويرها، لازم نستمر في تحديثها. دي مؤسسات اتبنت في الستينات، احنا بنشتغل على طول في تحسين البنيه التحتيه، بنشتغل على طول في تدريب المشرفين والمشرفات. عندنا قصور شديد في الشباب انه يقبل على العمل كاخصائي نفسي او كمرشد نفسي او اجتماعي مقيم اقامه دائمه. في صعوبه شديده الحقيقه، سواء المؤسسات اللي تبعنا او المؤسسات اللي تبع جمعيات اهليه، لانها بتعاني من انها تجد شباب مدرب وكفء وامين وراغب في هذا العمل، وبندربه ويمشي ويجي غيره، وندربه ويمشي ويجي غيره. فالحقيقه في اوجه اصلاح كثيره فيما يخص العنصر البشري والرعايه والمتابعه والتغير طول الوقت في العنصر البشري. اشراف حضرتك، وده عبء تاني تقيل جدا على المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكوميه، ايه العنوان الكبير بتاع رؤيه الوزاره للملف ده؟ مصر فيها 48 ألف مؤسسة ومنظمة وجمعية أهلية. في عدد من هذه المؤسسات أنا بنقدره من واقع استكمالنا لقواعد بيانات تامة عن هذه المؤسسات اشتغلنا عليها لمدة سنتين، في حوالي 20% غير ناشط، ولكن 20 إلى 25%. في عدد كبير جدا بيقوم بدور فاعل جدا ومتميز جدا. في أكبر 10 بيصرفوا حوالي 10 مليار جنيه في السنة. في بيقوموا بخدمة في القطاع الصحي لا يستهان بها. في بيقوموا بخدمة في القطاع التعليمي لا يستهان بها. بعض أفضل مدارسنا على فكرة تبع الجمعيات الأهلية، وبعض أفضل مستشفياتنا تبع الجمعيات الأهلية. كلنا عارفين المستشفيات اللي بتعالج سرطان الأطفال، وعندنا جمعيات مثلا بتساند مؤسسات حكومية. عندنا 5 جمعيات بتعمل فقط على جمع تبرعات لبوريش، وبالتالي في عندنا مساهمات كبيرة من المجتمع المدني لا يمكن إنكارها، سواء في التشغيل أو الإقراض متناهي الصغر. عندنا 778 النهاردة مؤسسة مرخص لها رسميا للهيئة العامة للرقابة المالية، بتشرف عليها إشراف مالي كامل، بتوصل لحوالي 80% من حجم المقترضين قروض متناهية الصغر في مصر من خلال المجتمع المدني. ده معناه إن احنا بنتكلم عن 2.5 مليون مقترض من جمعيات أهلية في مشروعات متناهية الصغر. فعنوان عنوان علاقتي بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هو الاحترام، تمكينها لمزيد من العمل، إتاحة مزيد من المساحة ليها أنها تشتغل أكتر، ومزيد كمان من ضبط الرقابة على اللي بيخالف فيها شروط الترخيص، أو اللي بيتلقى فيها تمويل بشكل غير شفاف، أو اللي بيسيء استخدام التمويل. فهي علاقة فيها كثير من التقدير والاحترام، وعلاقة فيها كثير من المتابعة والرقابة. ايه اكتر ملف حضرتك يعني نقول بتمسكي التليفون كل يوم الصبح تتصلي، ايه اللي حصل في كذا كذا كذا، ايه لا ده لازم يخلص في كذا، اي حاجه كده يعني اقول لحضرتك ايه هي حلم من ناحيه، ولو لا قدر الله ما حصلتش تبقى كابوس من ناحيه تانيه في تقدير حضرتك الشخصي؟ هو الحقيقه الصبح انا بعمل مكالمات كثيره جدا. بعمل مكالمات حوالين مؤسسات الرعايه اللي بيجي لنا عنها تقارير سلبيه. احنا السنه اللي فاتت قافلين 18 دار رعايه ونقلين الاولاد اللي فيها، ودي عمليه معقده جدا، الاولاد دول بيبقوا في مدارس، فانت لازم تنقل مدارس وتنقل ورق وتنقل من مديريه لمديريه وكده. عازلين 7 مجالس اداره، وصعب جدا انك تلاقي ناس ترضى تيجي عضو مجلس اداره في مؤسسه هم ما كانوش مسؤولين عنها ومحمله بالمشاكل. في الصبح بتبقى مكالمات قطاع الرعايه، رحتوا فين، عملتوا ايه في مؤسسه كذا ومؤسسه كذا ومؤسسه كذا. الحاجه الثانيه تكافل وكرامه، عملنا ايه في سواء التظلمات، لان عندنا عدد كبير من التظلمات، ناس بترفض وبتتظلم، او الشكاوى اللي بتيجي من ناس لان تم ايقاف الدعم النقدي ليها. فبتكلم مع الاداره المسؤوله عن التظلمات، وانا متصوره انه في اطار اصلاح منظومه الدعم اليه التظلم وفهم الناس وتقديرهم، انه لما يدخل ممكن يطلع، ولو طلع ممكن يدخل تاني، وان في مرونه على حسب ظروفه، دي مهمه جدا.
من اهم الملفات اللي بشتغل عليها وشايفه انها مهمه جدا بنك ناصر الاجتماعي. بنك ناصر الاجتماعي وتطوير وتطوير شامل باداره حديثه مهم جدا، بنطور الفروع بنتوسع فيه، واخدين له تمويل من بنك التنميه الافريقي عشان اعاده هيكله شامله، فبطمن على بنك ناصر الاجتماعي. ومن اخطر الملفات واقربها الى قلبي الادمان. احنا بنتكلم عن كل يوم بنطمن على مراكز الادمان، 19 مركز لعلاج المدمنين بالمجان، مستشفيات بتتفتح فيها النهارده اقسام لعلاج الادمان. بطمن حتى على الخط الساخن بتاع الادمان، احنا معالجين السنه اللي فاتت 82,000 واحد. حضرتك بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ لا ما تعدش. مشكله هذه الوظيفه انك حتى لما بتروح المشاكل بتلاحقك او الاعلام بيلاحقك، تتفرج على البرامج سواء يعني اللي بتهاجمك او اللي بتهاجمك والاثنين بتحاول تشوف الكلام اللي بيقولوه ده حقيقي وحكايته ومحطوط على اي اساس. معالي الوزيره خلينا اشكرك شكرا جزيلا، واتمنى دايما ان كل ما التقي بحضرتك انا بطلع اولا مستفيد على المستوى الشخصي اني بعرف حاجه جديده، بس كمان عارف انه في رحله طويله من الكفاح والانجاز عند حضرتك، فانا ببلغك ان انا واحد من الناس عارف ان حضرتك بتشتغلي وبتشتغلي كويس وربنا معاكي. شكرا يا فندم خالص، وشكرا على اهتمامك المستدام. ربنا يبارك فيك. وزاره الطبعه. اشكرك معالي الوزيره، شكرا لحضرتك. شكرا اعزائي المشاهدين، اشكر معالي الوزيره شكرا جزيلا، واشكر حضراتكم. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لمعالي الوزيره غاده والي قوله. نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. تصبحوا على خير.